أعزائي طلاب التعليم الفني الصناعي، بكم يا شباب وحلقة جديدة وبرنامجنا المفضل لدينا في بيتنا مدرسة. أنا حبايبي أبنائي أبناء الصف الثالث والخامس قسم تشغيل المعادن بمدارس تعليم الفني الصناعي الشعبة الميكانيكية. إن شاء الله النهاردة لقائنا هيدور حول الدورات الجاهزة في ماكينات التحكم العددي، وخاصة الدورات الجاهزة لماكينات الخراطة ذات التحكم العددي. يعني النهاردة إن شاء الله إحنا هنبدأ نعرف إزاي نقدر ننفذ الدورات الجاهزة بتاعتنا على ماكينات التحكم العددي علشان أقدر أنفذ منتجات ذات أشكال معقدة وذات أشكال كبيرة ما كنتش أقدر أعملها على المكن المانيوال. ده هي الدورة أو السايكل اللي إحنا هنستخدمها النهاردة، هي هتديني طريقة إن أنا أقدر إن أنا أبرمج المنتج بتاعي في أقل وقت ممكن وبدقة أعلى بكتير جدا من الماكينات المانيوال. طب إحنا النهاردة بنقول إن إحنا هناخد دورات الجاهزة. يعني إيه الدورات الجاهزة؟ يعني انا هشتغل على السايكلز. طيب ايه فايدة الدورات الجاهزة يا ميس عن الاوامر اللي احنا كنا بناخدها وكنا بنعمل البرمجة بتاعتنا ستيب باي ستيب، يعني خطوة خطوة ونقطة نقطة كده في البرنامج. طالما سايكل يا ولاد يبقى انا هبرمج مرة واحدة والبرنامج هيعيد الخطوة اللي انا عملتها دي اكتر من مرة لحد ما اخلص السطح بتاعي واوصل للشكل اللي انا عايزه. اذا انا قللت عدد خطوات البرمجة وبالتالي قللت كمان زمن التشغيل بتاعي للمنتج، وبالتالي يعني اضفت ان انا اطلع منتجات كتيرة وازود ارباح المنتجية بتاعتي. يبقى الفرق ما بين السايكل، ما بين ان انا ادي اوامر ستيب باي ستيب، ان انا عندي السايكل بتقلل لي في الوقت اللي انا هشتغل فيه، وكمان التمرين هيتنفذ في وقت ايه اقل. يعني البرمجه مش هتاخد مني وقت، وكمان تنفيذ التمرين مش هياخد مني ايه مش هياخد مني وقت كبير. تمام يا حبايبي. طب السايكلز دي بتبقى عباره عن ايه؟ بتبقى عباره عن مجموعه من البارامترز. مجموعه من البارامترز يعني مجموعه من المعلومات. مجموعه المعلومات دي انا بدخلها للحاسب الالي بحيث ان هو يقدر يعرف انا مطلوب مني ايه لتنفيذ المنتج ده. طب يعني ايه بقى البارامترز ديت؟ هيديني سماحية التشطيب بتاعت السطح بتاعي، هيقول لي السطح بتاعي ده انا عايزه اشطبه على اكس بكام وزد بكام. سماحية التشطيب في اكس عايزها بدرجة مثلا فينش قد ايه، سماحية التشطيب في زد نفس الكلام هيديني درجة الفينش بتاعتها. طب احنا عايزين نبدأ مع بعضينا كده في حلقتنا نشوف ايه هي انواع السايكلز اللي انا هدرسها في ماكينات التحكم العددي وخاصة ماكينة الخراطة، والسايكلز دي اقدر ابرمجها ازاي واشتغل بيها ازاي. مع بعضينا بقى على السلايد بتاعتنا وهتعرض لنا دورات الخراطة الجاهزة. تمام مع بعضينا كده على السلايد. السلايد بتاعتنا بتقول لي ايه؟ تقول لي دورات الخراطة الطولية. يعني انا اول ما هبدأ بدورة الخراطة الطولية. دورة الخراطة الطولية زي ما هي قدامنا كده على السلايد هتاخد الكود بتاعها G84. G84 عايزين نبدأ نشوف ايه هي السايكلز ديت وهتحتاج مني بارامترز ايه. قال لي دورة الخراطة الطولية انا الكود بتاعي G84 اهو. المنتج اللي قصادي يا ولاد ده خراطة طولية، هو عايزني اصفي من قطر 40 لقطر 30. يعني انا هصفي من قطر 40 لقطر كام؟ لقطر 30. بطول قد ايه؟ بطول قلنا 26. يبقى انا هنا المنتج بتاعي عايزني اصفي من قطر 40 الى قطر 30 بطول 26. طب انا علشان اصفي اعمل ايه؟ هحسب مقدار الرايش المزال كله. يبقى هطرح 40 من 30 يديني 10، على الاتنين فيها الخمسة. يبقى انا كده جبت ايه؟ جبت مقدار المعدة المراد ازالته كامل عشان اصفي الايه القطرين. طب الخمسة دول اخدهم على كم مشوار؟ هنبدأ بقى نشوف ادخل عدد المشاوير ازاي
وابدا اقول له انا عايز الاكس توصل ل 30 ازاي، وعايز الزد تبقى 26 ازاي. قال لي في عندك بارامترز معينه، دوره الخراطه الطوليه دي بتطلبها اللي هي جي 84. طب ايه هي البارامترز دي؟ هي اكس. ماذا تعني اكس؟ اكس هو مقدار القطر المراد تصفيه اليه، هو مقدار القطر المراد التصفيه ايه اليه. يعني انا عايزه اصفي على 30، يبقى اكس دي تساوي كام؟ تساوي 30. طب انا عندي 50 وعايزه اصفي على 40، اصفي عليها كام؟ 40. طب لو انا عندي 70 وعايزه اصفي على 30، يبقى اكس اللي انا هصفي عليها كام؟ 30. طب في المثال اللي قدامنا الجميل ده، قال لي 40 صفها لي على 30، يبقى انا دلوقتي اكس اللي انا هحطها في البارامترز بتاعت السايكل اكس بكام؟ ب30. طب وزد طول الخراطه اللي انت عايز تصفي بيها القطر ده، القطر ده هصفيه بطول كام؟ قال لي بطول 26، يبقى انا عندي الزد طولها كام؟ سالب 26. طيب انا عندي عدد مشاوير القطع، مقدار الرايش المزال لكل مشوار قطع واحد هيبقى قد ايه؟ هو هنا مديهولي 2 مللي. بص يا ولاد، هو مديهوني هنا كام؟ 2 مللي، يعني كل مشوار قطع انا هاخد فيه 2 مللي ازيل الرايش بتاعه، تمام، بمقدار 2 مللي. طب هل ال 2 مللي ديت لما انا اجي احطها في السايكلز بتاعتي هحطها 2 مللي؟ قال لي لا، لازم تحولها للميكرون. احولها للميكرون ازاي يا مس؟ هضرب ال 2 مللي في 1000 فهيديني 2000 ميكرون، يبقى دي 3 ديت ماذا تعني؟ تعني مقدار الرايش المزال لكل مشوار قطع واحد، مقدار الرايش المزال لكل مشوار قطع ايه؟ واحد، وتحسب بالميكرون، وتحسب بالايه؟ بالميكرون. يبقى انا هنا لما اجي اقول جي 84، جي 84 ده كود مين؟ ده كود الخراطة الطولية، كود الخراطة الطولية. والخراطة الطولية بالنسبة للمثال بتاعنا ده، المثال بتاعنا ما فيهوش ولا سلبة ولا أي حاجة. طب بالنسبة للخراطة الطولية في الحالة ده هي، هو هيحتاج مني إيه؟ هو طالما الجسم بتاعي عدل ما فيهوش سلبة، في الحالة دي هيحتاج مني الإكس اللي أنا عايز أوصل لها، الزد اللي هي طول السلبة بتاعتي، كمان بيحتاج مني الدي 3 اللي هي مقدار الرايش المزال لكل مشوار قطع. طيب الاكس اللي انا عايزه اوصل لها، هو قال لي صفي من 40 الى 30، يبقى الاكس اللي انا عايزه اوصل لها هتبقى 30، يبقى اكتب اكس ب 30. طب هصفي على 30 بطول قد ايه يا ولاد؟ هصفي على 30 بطول 6 وكام؟ و20، يبقى زد هتساوي سالب 26. طيب انا هصفي الجزء ده، حطيت له اكس وزد، طب مقدار الرايش المزال لكل مشوار قطع هيساوي قد ايه؟ هيساوي 2 ملي متر. طب انا في السايكلز هنا هحط 2 ملي متر ولا احولهم للميكرون؟ لازم احولهم للميكرون، عشان احولهم للميكرون هضرب ال 2 ملي متر في 1000 فهتبقى عندي 2000 ميكرون. طب احنا شفنا حاجة كده تانية يا ميس حضرتك حطها لنا في ان واحد، يعني ايه جي 00؟ يعني ايه اكس 44 وزد ب2؟ النقطة دي مهمة جدا يا ولاد، لازم قبل ما ادخل بالسايكل بتاعتي اللي احنا شرحناها لازم احط نقطة تماس العدة. العدة بتاعتي دي هتمس على بداية الشغلة، هتمس فين؟ هتمس اكبر من القطر ب2 ملي وخارج الزد ب2 ايه؟ ب2 ملي. طيب معنى كده ان عندي القطر 40، ده الخامة وهي لسه بحالها 40، يبقى لما اجي امس عند كام؟ عند اكس 44. طب وعندي زد ب2 ملي موجب بره، ب2 ملي موجب بره، يبقى النقطة دي يا ولاد اللي هي ان واحد هي نقطة تماس العدة لمين؟ للشغلة. نقطة تماس العدة اهي، العدة بتمس فين؟ بتمس في مكان خارج الشغلة خالص. طب المكان ده احداثياته ايه؟ ليه احداثيات في اكس تساوي اكس 44. طب وليه اخدنا هنا 44؟ لان انا عندي القطر بتاعي 40، فانا عايز ابقى فوق القطر بشوية، فقلت 44. طب وزد هتبقى بموجب 2 مللي، موجب 2 مللي معناها ان انا لسه ما جتش لنقطة الزيرو، انا في المساحة اللي هي الايه؟ الموجبة، وهو عامل لي سماحية اهو،
قال لي لما تيجي تاخدي زد خديها بكام؟ باتنين ملي بره، يبقى انا عندي اكس 44 زد بموجب كام؟ بموجب اتنين. بعد ما امس ابدا ادي السايكل، السايكل بتاعتي جي 84. ليه جي 84؟ لان دي دورة خراطة طولية ما فيهاش سالبة، دي دورة خراطة ايه؟ طولية. طالما ما فيهاش سالبة يبقى انا محتاج ايه؟ محتاجة 3 بارامترز بس، اكس وزد ودي 3. طب مين اكس دي؟ اكس دي مقدار القطر اللي انا عايز اصفي عليه اللي هو 30، يبقى اكس ب 30. طب ومين زد ديت؟ زد ديت اللي هي عباره عن انا هصفي القطر ده بطول قد ايه؟ هصفيه بطول 26، يبقى زد سالب كام؟ سالب 26. ودي 3 اللي هي مقدار ازاله الرابع لكل مشوار قطع وتحسب بالميكرون. هو قال لي شيل 2 مللي طول ما انت شغاله في كل مشوار قطع. طب ال 2 مللي دول لما انا احولها للميكرون هتبقى 2000 ميكرون. وبكده احنا كده شرحنا دوره الخراطه الطوليه جي 84 بالنسبه للاجسام يا اولاد اللي هي الصريحه. يعني ايه الجسم صريح؟ يعني انا هصفي قطرين من قطر كبير لقطر ايه؟ صغير. حضرتك قلت لنا يا ميس ان احنا دلوقتي هنستخدم سايكلز اسمها جي 84. يعني ايه جي 84 ديت؟ يعني كود نداء السايكل للايه؟ للخراطه المتدرجه. كود نداء السايكل للخراطه المتدرجه. انا كده بعرف المكنه تروح تنادي مين؟ السايكل. اني سايكل اللي هعمل بيها خرط متدرج. طب والسايكل دي اسمها كام؟ جي 84. حلو قوي. طب السايكل ديت هتطلب مني ايه علشان تنادي بتاعي؟ هتطلب مني 3 بارامترز. من الثلاث بارامترز دول او الثلاث معلومات دول عندي هتبقى اكس اللي انا عايز اصفي عليها القطر، وعندي الطول اللي انا هصفي بيه القطر ده هيبقى بطول قد ايه، وكمان هتطلب مني مقدار ازاله الرايش في كل مشوار قطع انا هقطعه. تمام يا حبايبي؟ يبقى السايكل ديت هتطلب مني كام بارامترز؟ 3. ايه هما؟ اول حاجه الاكس اللي انا هصفي عليها، والزد اللي هي طول القطر اللي انا هصفيه، وكمان هتطلب مني مقدار ازاله الرايش لكل مشوار قطع انا هقطعه. طب وقبل ما اعمل السايكل زامس المفروض في خطوه اسمها خطوه التحضير. تحضير مين؟ تحضير العده على الشغله. الشغله اهي ودي العده، لازم احضر العده تيجي تمس مين؟ تمس قبل الشغله. طب العده هتمس في الفراغ هنا، لو القطر ده 40 يبقى هي هتمس عند 44، يبقى اكس 44. وعندي زد بره في الفراغ قبل الشغله ب 2 مللي، يبقى اكس 44 وزد بكام؟ ب2. بعد ما تمس قد السايكل هتبدا تنزل لمين؟ للقطر اللي انا عايزه اللي هو اكس بكام؟ ب30. وهتبدا تاخد الزد بكام؟ ب26. طيب هتصفي من 40 ل30، يبقى الريش ده هيتشال في وش واحد؟ لا، هتقسم عدد مشاوير قطع، هتاخد في كل مشوار قطع 2 ملي متر. طيب الكلام ده علشان اقوله للمكنه اقوله لها باني بارامترز؟ بالبارامترز دي 3. طب ودي 3 ده معناه ايه؟ معناه مقدار إزالة الرايش لكل مشوار قطع ويحسب بالميكرون. انت عايزة تشيلي رايش قد ايه في كل مشوار قطع؟ انا عايزة اشيل 2 ملي. بس حضرتك يا ميسي دلوقتي بتقولي لنا ان ال 2 ملي دول احنا مش هندخلهم بالمليمتر، احنا هندخلهم بالميكرون. قال لي اه، يبقى ده كده لازم احول وحدات عندي. عشان احول من مليمتر للميكرون يبقى لازم اضرب في 1000 واحط الدي 3 ب 2000 ميكرون. يبقى انا لما اجي يجيب لي السايكل بتاعي الخراطه الطوليه ويقول لي اشرحها، هقول له ان جي 84 ده كود نداء سايكل الخراطه الطوليه العدله. كود نداء السايكل للخراطه الطوليه العدله. حلو قوي. طيب الكود ده بيحتاج كام بارامترز؟ بيحتاج 3 بارامترز. اول واحد اللي هو الاكس، وهو القطر المراد تصفيه اليه. هو القطر المراد تصفيه ايه؟ اليه. يعني هو ده القطر الصغير اللي انا عايزه اوصل له. طيب والزد؟ طول القطر المراد
تصفيته، طول القطر المراد تصفيته. طب وايه البارامتر الثالث اللي هو دي 3؟ مين دي 3 ديت؟ هي مقدار الرايش المزال مشوار ايه قطع. وبكده يا اولاد يبقى السايكل بتاعتنا اسمها جي 84 اكس، زي ما هي قدامنا كده بناخد جي 84 اكس وزد ودي 3. تمام يا حبايبي، ننتقل بقى الى سايكل اخرى. السايكل بتاعتنا الجميله اللي احنا هنعرضها دلوقتي ديت هي عباره عن سايكل للخراطه الطوليه ايضا، ولكن للاجسام المسلوبه. احنا كنا اخدنا دلوقتي السايكل جي 84 للاجسام العلويه، احنا عايزين نعرف بقى ازاي انفذ نفس السايكل بس الجسم فيه مش جسم عدل. مع بعضينا على السلايد بتاعتنا ونشوف البارامترز اللي هتطلب مننا ونفسرها. قال لي السايكلز بتاعتنا تبقى جي 84 برضك هي سايكل الخراطه الطوليه، ولكن البارامترز هنا هتختلف. مع بعضينا يا اولاد واحده واحده كده. احنا عندنا جسم بتاعنا، الجسم بتاعنا مسلوب وعنده سلبتين، سلبة اولى وسلبة ايه؟ وسلبة على تدرج اكبر. يعني انا عندي بدل ما كانوا القطرين متدرجين عدلين، لا القطرين هنا مائلين فيهم سلبة. تمام يا حبايبي؟ طب انا عايز اعرف يا ميس دلوقتي بالنسبة للبارامترز اللي موجودة عندي، حضرتك قلت لنا ان الاكس هو عبارة عن القطر اللي انا هبدأ اصفي عليه. ايوة فعلا، وهنا نفس الكلام، الاكس بتاعتنا دي عبارة عن قيمة احداثيات مطلقة لمين؟ لنقطة نهاية الكونتور. الاكس والزد فين نهاية الكونتور؟ نهاية السلبة الاولى. بص يا ولاد، نهاية السلبة الاولى ديت انا بعمل لها نقطة تسمى كي. نقطة الكي ديت بحط احداثيات اكس وزد ليها، يبقى نقطة اكس وزد هي عبارة عن احداثيات النقطة مين؟ النقطة كي. طب واحداثيات النقطة كي ديت تخاطب ايه؟ تخاطب نقطة نهاية الكونتور للسلبة الأولى. نقطة نهاية الكونتور للسلبة الايه؟ للسلبة الأولى. يبقى أنا عندي اكس وزد هي عبارة عن أبعاد السلبة الايه؟ أبعاد السلبة الأولى. طيب تعالى نشوف ان هوت اكس هتبقى عبارة عن ايه؟ اكس عبارة عن القطر اللي هو اللي انا هصفي بيه من اكبر قطر لحد ما اروح لمين؟ للسلبة بتاعتي. طب وزد طول السلبة الاولانية، طول السلبة الايه؟ الاولانية. طب انا عندي حاجة اسمها بقى يا ولاد بي زيرو وبي تو. ايه بقى بي زيرو وبي تو ده يا ميس؟ احنا عندنا حاجة اسمها سماحيات تشطيب يا ولاد، وعندنا حاجة اسمها مقاس المخروط. مقاس المخروط وسماحيات التشطيب دول اللي احنا هنتكلم عليهم، وهم دول الجزئيات في السايكلز بتاعتنا دي. بي زيرو هو مقاس المخروط في اتجاه اكس. يعني ايه يا ميس الكلام ده؟ مش انا عندي ده كده الحته ديت كده جابت لي خرط عدل؟ طب انا عايز انزل مقاس المخروط. مقاس المخروط يعني مقاس الميل. بص هنا من السطح العدل للجزء الميل ده اداني بعد في اكس. البعد بتاع الميل في اكس بسميه مقاس المخروط في اكس، والبعد بتاع الميل في زد بسميه مقاس المخروط في زد. تاني يا ولاد حبايبي، دلوقتي حبايبي انا عندي خرط عدل. الخرط العدل ده لازم اعمله قبل ما اعمل السلبه. الخرط العدل ده بحط احداثياته عن طريق النقطه كي، اللي هي بجيب له الاكس وبجيب له الزد اللي هم بتمثلهم النقطة مين؟ النقطة K. يبقى إكس وزد في الأول ده أبعاد الخرط العدل اللي هيتم قبل الخرط المائل. طيب البي زيرو إيه والبي تو إيه؟ البي زيرو هي عبارة عن مقاس المخروط في إكس، يعني مقاس الميل ده في إكس هيبقى قد إيه؟ ومقاس الميل ده هيبقى في زد قد إيه؟ بجيب مقاس الميل في إكس وبجيب مقاس الميل في زد وببدأ أحطهم بالبارامترز بي زيرو وبي تو. تمام يا حبايبي؟ بعد كده أنا لما هشتغل الشغلانة ديت لازم أشطب السطح بتاعي. عشان أشطب السطح بتاعي كويس لازم يبقى فيه سماحيات تشطيب. سماحية التشطيب بتاعي اللي هسيبها للتنعيم في إكس بسميها دي كام؟ دي زيرو. طيب طب سماحية التشطيب اللي هسيبها في زد قال لي هنسميها دي 2. زي ما عندي بي 0 اللي هو مقاس المخروط في اكس،
عندي سماحية التشطيب في اكس دي زيرو، وزي ما عندي مقاس المخروط في زد بي تو عندي سماحية التشطيب في زد دي تو، وعندي بردك مقدار الرايش اللي هيتم ازالته في كل مشوار قط وهو دي 3. طب وايه الاف دي بقى يا ميس الجديدة ديت؟ ده مقدار يا شباب مقدار التغذية اللي هغذي بيه علشان كل مشوار قطع عندي، وبيبقى بالمليمتر بير مينت لانها تغذية سطحية، لانها تغذية ايه؟ سطحية. انا ماشي على سطح اهو، ماشي خط مستقيم، يبقى دي تغذية سطحية. يبقى التغذية السطحية عندي لازم تحسب بالمليمتر بير مينت. تاني حبايبي الكلام دوت نقوله واحدة واحدة. انا عندي مقاس الكونتور بتاعي، يعني ايه مقاس الكونتور بتاعي؟ يعني نهاية خط العدل بتاعي هيكون عند كام؟ عند النقطة كي. بجيب احداثيات كي ديت بالنسبة للمحور اكس وبالنسبة للمحور زد واحطهم في بداية السايكلز. يبقى بجيب احداثيات النقطة كي عن طريق المحور اكس والمحور زد واحطهم في السايكلز. طيب مين بي زيرو ومين بي تو؟ بي زيرو يا ولاد مقدار المسلوب في اتجاه اكس المايل في اتجاه المحور اكس، وبي 2 مقدار الجزء المائل في اتجاه المحور زد. حلو قوي الكلام بتاعنا ده، جميل جدا. طب مين بقى دي 0 ودي 2؟ عندي سماحيات تشطيب يا حبايبي بسيبهم علشان اعمل بيهم وش التشطيب. فانا عندي دي 0 اللي هو عباره عن مين؟ مقاس تشطيب للمحور اكس، مقاس تشطيب اهو للمحور اكس. هنا مديهولي كام؟ مديهولي وليكن مثلا مديهولي اي بعد 1 مللي 2 مللي. يبقى انا عندي دي 0 بحطها زي ما هو مديني قيمه سماحيه التشطيب، وعندي قيمه سماحيه التشطيب بالنسبه للمحور زد اللي هو دي 2 اللي هي مقاس التشطيب او سماحيه التشطيب بالنسبه للمحور زد. عندي دي 3 اللي هي مقدار إزالة الرايش لكل مشوار قطع، وده بيحسب بالميكرون. تعال بقى نشوف الوحدات اللي احنا نستخدمها. بالنسبة لأبعاد الكونتور اللي هي كي اللي هي المحور بعد المحور اكس والمحور زد بتاع الكونتور الأساسي بدخلهم بالمليمتر. حلو قوي. مقاس المخروط في اكس ومقاس المخروط في زد بدخلهم بردك بالمليمتر. طيب نبدأ بقى سماحيات التشطيب في اكس وفي زد باخدها بالميكرون، ومقدار ازاله الرايش لكل مشوار قطع باخدها بالميكرون، كمان التغذيه بتاعتي عندي باخدها بالمليمتر بير ايه؟ بير مينت. يبقى انا عندي دلوقتي يا ولاد الفرق بين السايكلز اللي انا بعمل بيها خراطه طوليه عدله وخراطه طوليه مائله. انا عندي السايكلز في الخرط الطولي العدل كان بيحتاج مني 3 بارامترز بس، الاكس والزد نهايه الكونتور ومقدار ازاله الرايش لكل مشوار ايه؟ لكل مشوار قطع. ده كده بالنسبه للخرط الايه؟ الخرط العدل. انا هبدا بقى اشتغل في الخرط المائل. طب الخرط المائل هنا يحتاج مني ايه؟ هيحتاج مني اكس وزد زي الخرط العدل في نهايه الكونتور. حلو قوي، اللي هي بتمثلهم النقطه كي، ودولت ابعادهم بتدخل بالمليمتر حبايبي. طب وبعد كده بيطلب مني ايه؟ بيطلب مني مقدار الجزء المائل في اتجاه اكس هيبقى قد ايه، ومقدار الجزء المائل اللي انت عايزه تعمليه في مقدار في اتجاه زد هيكون قد ايه. فبدخله مقدار او مقاس المخروط في اكس واحطه له في بارامترز مسمياه بي زيرو، وبدخله مقاس المخروط في اتجاه زد وبحطه له في بارامترز اخر بسميه بي 2. يبقى انا عندي كام بارامترز لمقياس المخروط؟ 2. مقاس المخروط في اكس بيبقى بي 0، مقاس المخروط في زد بي 2. حلو قوي، انا كده عملت مقاس الايه؟ مقاس المخروط. يتبقى لي ايه؟ سماحيات التشطيب في اكس قد ايه وسماحيات التشطيب في زد قد ايه. طب سماحيات التشطيب هندخلهم بأني بارامترز؟ بدي 0 ودي 2. دي 0 سماحيات التشطيب في اتجاه المحور اكس، ولكن دي 2 سماحيه التشطيب في اتجاه المحور مين؟ المحور زد. طب انا عندي ايه كمان؟ عندي عمق القطع لكل مشوار قطع
مقدار المعدن المزال لكل مشوار قطع هحطه في دي كام؟ دي 3. ودي 3 ديت هي عبارة عن مقدار الرايش المزال لكل مشوار قطع. طب بالنسبة للوحدات بقى بتاعتنا يا ولاد، بالنسبة للمحور او مقاس الكونتور في اكس وزد، بدخل قيمة اكس بالمليمتر، قيمة زد بالمليمتر. بالنسبة لمقاس المخروط في اتجاه المحور اكس ومقاس المخروط في اتجاه المحور زد اللي هي بي 0 وبي 2، ايضا بدخلهم بالمليمتر. يبقى بدخل 4 بارامترز بالمليمتر، الاكس والزد والبي 0 والبي 2. طب ايه بقى اللي انا بدخلهم بالميكرون؟ سماحية التشطيب في اتجاه المحور اكس اللي هي دي 0، وسماحية التشطيب في اتجاه المحور زد اللي هي بي 2، دول بدخلهم بالميكرون. ايه كمان؟ قال لي مقدار إزالة الرايش لكل مشوار قط وهي الدي 3، أيضا بدخلها بالميكرون. وإيه كمان بقى لنا؟ الفيد، الفيد اللي هي عبارة عن مين؟ عبارة عن الإف، أنا بحسبها بالمليمتر لكل منت. طب ليه بحسبها بالمتر لكل منت؟ لأنها تغذية سطحية وليست تغذية إيه؟ دورانية. يبقى طالما تغذية سطحية أحسبها بالمليمتر بير إيه؟ بير منت. تمام يا حبايبي؟ يبقى السايكلز بتاعتنا زي ما هي قدامنا بقى على الشاشة كده، نشوفها علشان نلخص السايكلز أثناء تنفيذ المشغولات ذات الأسطح المائلة. تشطيب، أنا بعمل دلوقتي خراطة طولية لأجسام أو أسطح ذات أسطح إيه؟ مائلة. أجسام ذات أسطح إيه؟ مائلة. نبص بقى على السايكل الجميلة قدامنا كده على السلايد ونراجعها علشان ننتقل لسايكلز أخرى مع بعض حبايبي كده على السلايد. احنا عندنا دلوقتي بنقول ان انا عندي السايكلز النداء بتاعها جي 84، البارامترز بتاعتها اكس وزد، نقطة نهاية الكونتور للسطح العدل قبل ما اعمل المسلوب. طيب البي 0 مقاس المخروط في اتجاه المحور اكس، وايضا البي 2 مقاس المخروط في اتجاه المحور زد. حلو قوي الكلام ده. طب ودي 0 سماحية التشطيب في اتجاه المحور اكس، ودي 2 هي سماحية التشطيب في اتجاه المحور زد. وكمان عندي الدي 3 اللي هي مقدار المعدن المزال لكل مشوار قطع، وعندي الاف اللي هي الفيد او التغذية. نبدأ نشوف الوحدات او اليونتس بتاعت كل بارامترز انا هشتغل بيه. بالنسبة للمحور اكس وزد ابعاد الكونتور بتاعي هدخلهم بالملي متر، ايضا مقاس المخروط في اتجاه المحور اللي هو بي 0 هدخله بالملي متر، مقاس المخروط في اتجاه المحور زد ايضا هدخله بالملي متر. نبدأ بقى في سماحيات التشطيب. سماحيات التشطيب يا حبايبي عشان هي بتبقى يعني ارقام صغيره قوي، فلازم السماحيه بتبقى يعني جزء من الرايش بسيط جدا، فبحسبه بالمايكرو، بدخله بالمايكرو لانه بيبقى جزء من المليمتر. يعني ممكن انا اشطب حاجه من الرايش بسيطه قوي جدا، فانا لازم سماحيات التشطيب لما اجي اشتغل بيها اليونتس بتاعتها تتحول من مليمتر لايه؟ لمايكرون. يبقى سماحيه التشطيب في اتجاه المحور اكس هتبقى بالمايكرون، وسماحيه التشطيب في اتجاه المحور زد هتبقى بالايه؟ بالمايكرون. كمان مقدار المعدن المزال لكل مشوار قط هيدخل بردك بالايه؟ بالمايكرون. وعندي الفيد اللي هي التغذيه هدخلها بالملي متر. وبكده حبايبي احنا شرحنا السايكلز اللي اقدر اعمل بيها اسطح عدله في الخراطه، وكمان السايكلز اللي اقدر انفذ بيها اسطح مائله على ماكينات الايه؟ الخراط. ننتقل مع بعضينا بقى لسايكلز جديده وجميله هتعلمنا نعمل مشغولات اخرى واشكال اخرى في المشغولات، مشغولات الخراطه بدقة عالية جدا وبسرعة عالية قوي. وهي كل الموضوع تبقى سهلة ان انا املى بارامترز للمكنة والمكنة تشتغل. يعني انا بعلمك دلوقتي ازاي تعرف تملى بارامترز للمكنة والمكنة هي اللي هتشتغل مع نفسها. خلاص احنا مش هنمسك عدة ونشتغل بيها، انا بس املى بارامترز المكنة بتاعتي والمكنة هي اللي هتنفذ الايه؟ الشغل بتاعنا.
هنبدأ نتفرج مع بعضينا بقى دلوقتي على سايكلز أخرى هتعمل لنا شغل آخر. نبص مع بعضينا على السلايد بتاعتنا الجديدة. السلايد بتاعتنا الجديدة هي هتشرح لنا آخر من أشكال المشغولات المائلة، بس دوت هنبدأ نعوض فيه بقى بالأرقام. يعني هنا بيقول لي إيه، هنبدأ بقى ناخد إيه تطبيق على للأسطح المائلة. يعني هناخد دلوقتي تطبيق على السايكلز اللي احنا لسه شارحينها. بيقول لي الجسم اللي قدامنا دوت هو عبارة عن قطر 44، وهو عايز يصفيه على قطر 21.6، تمام؟ ده القطر الصغير بتاعه، وقطر السلبة الكبير 30. يعني هو في الأول خالص لازم هيصفي من 44 لحد 30، خرط عدل. الخرط العدل هيصفي من 44 لحد كام؟ لحد 30. حلو قوي. وبعد ما يصفي من 44 ل 30 يبدا ياخد الجزء المائل اللي هو مقاس المخروط. بس مقاس المخروط ده هل هما اتنين مخروط ورا بعض ولا مخروط واحد؟ مخروط واحد، يبقى انا هاخد ميل المخروط من عند، يعني هاخد ميل المخروط في اكس بس، مش هاخد ميل المخروط في زد. ليه؟ لان المثال اللي احنا شرحناه يا اولاد كان فيه مخروطين، باخد من المخروط في اكس وباخد من المخروط الناحيه الثانيه فين؟ في زد. انما انا عندي هنا مخروط واحد فقط، فميل المخروط هيتاخد ايه؟ مره واحده من عند القوره فقط. تمام يا حبايبي؟ نبص بقى مع بعضينا كده على الرسمه الجميله بتاعتنا دي. هنا مديني عمود، العمود ده بقطر 44، وعايزني اصفي العمود ده على عمود مسلوب اخر. طب ابعاد السلبه بتاعتنا هنا ايه؟ قال لي القطر الكبير هيبقى عندك ب 30، والقطر الصغير هيبقى ب 21.6 من ايه؟ 10. حلو قوي الكلام ده. كده ابعاد الشغل، اول حاجه هعملها هجيب العده تمس. العده تمس عند اكبر قطر وعند زد بره ب2. اكبر قطر بكام؟ باكس 44، يبقى انا هتمس عند اكس ب 44، وعند زد بره بكام؟ ب2. يبقى ابدا امس عند اكس ب 44 وعند زد ب2. امر التماس بتاعي هيبقى ايه؟ هيبقى جي 0 0. يبقى انا هدي امر اوردر للعده تتحرك، تتحرك لحد فين؟ لحد اكس ب 44 ولحد زد بموجب 2. كده العدة بتاعتي جت عند بداية الشغلة ووقفت، أنا عملت استقراب للعدة بتاعتي. أبدأ بقى أخلي العدة بتاعتي دي تبدأ تشتغل. عشان تشتغل هتصفي الأول من 44 لحد 30، خرط عدل. يبقى هصفي عن طريق مين؟ عن طريق، بص هتصفي هنا، هو كده شايف الخطوط بتاعتنا دي عدلة، يبقى دي تصفية خراطة إيه؟ خراطة عدلة. يبقى انا عندي هنا اصفي عدل لحد فين؟ لحد الكي. يبقى هجيب قيمه الكي ديت بمقدار مين؟ مقدار الاكس والزد. هقول الاكس عند كي بكام؟ ب30. طب والزد انزل اقيس البعد بتاعي بسالب 26، يبقى اكس 30 سالب 26. انا كده جبت مين؟ جبت ابعاد الخرط العدل الاول، جبت ابعاد الخرط الايه؟ العدل. بعد كده بقى ابدا اجيب مقاس المخروط في اتجاه اكس. طب ليه ما حطيتش مقاس المخروط تاني في اتجاه زد؟ لان انا عندي مخروط ايه؟ مخروط واحد، هيبقى عندي مقاس المخروط من عند القوره بس. المخروط هنا هيتحط لي فين؟ في دي 0، هتحط لي في بي ايه؟ بي 0، في بي 0. طيب عايز اعرف سماحيه التشطيب بتاعتي، يبقى سماحيه التشطيب في اكس هتبقى دي ايه؟ دي 0. تالت الرايش لكل مشوار قطر هتبقى دي 3. نبدأ نترجم الكلام ده بالأرقام. حضرتك قلت لنا إن الكي هي عبارة عن إحداثيات القطع العدل، إحداثيات القطع الإيه؟ العدل. يبقى أجيب لها إكس وزد، إكس هتبقى 30، زد هتبقى سالب 26. مقاس المخروط نبدأ نشوف مقاس المخروط اللي هو بي 0 بكام؟ قال لي بأربعة واتنين من عشرة، يبقى بي 0 بأربعة واتنين من إيه؟ من عشرة، ويحسب بالمليمتر. طيب عايزين نعرف سماحية التشطيب، سماحية التشطيب هو هيسيب قد إيه علشان ياخده بعد كده في التشطيب بتاعه؟ قال لي هيسيب نص ملي، يبقى لازم أحولها لإيه؟ للميكرون. نص ملي في 1000
يبقى هتدينا 500 ميكرون. طيب حلو قوي. مقدار ازاله الريش بقى لكل مشوار قطع عشان اشيله، قال لي انا هشيل 2 مللي في كل مشوار، يبقى احول ال 2 مللي الى من ملي متر لميكرون، اضرب ال 2 مللي متر في 1000 هيديني قد ايه؟ هيديني 2000 ميكرون. تاني حبيب، تاني يا شباب، تاني شباب، يبقى احنا دلوقتي هنبدأ نشوف تاني البارامترز بتاعتنا اللي موجودة على السايكل قدامنا على السلايد. احنا قدامنا التمرين بيقول لنا ايه؟ بيقول لنا انا عايز اصفي من 44 لحد كام؟ لحد 30. اول هعمل خرط عادي من 44 ل 30. في حالة الخرط العادي ده يا ولاد لازم اجيب العدة تمس، يبقى هتمس عند اكس ب44 وعند زد بره بكام؟ ب2. حلو قوي. طب انا كده مسيت، هبدأ اشتغل بقى، هشتغل ايه؟ هشتغل خرط مائل، يبقى السايكلز بتاعتي اسمها ايه؟ جي 84. طب السايكلز دي تحتوي على بارامترز ايه؟ تحتوي على بارامترز اكس وزد اللي هو ابعاد الكنتور للخرط الايه؟ العدل قبل ما ابدأ في الجزء المائل، يبقى هجيب اكس واجيب زد اللي هي اكس القطر اللي انا عايز اصفي عليه من قطر 44 لحد 30، يبقى اكس ب30. طب وزد هتبقى بكام؟ بسالب 6 وايه؟ و20. طب بعد عندي البارامترز بقى بتاع الجزء المايل اللي هو مقاس المخروط في اتجاه اكس، مقاس المخروط في اتجاه اكس وده هنحسبه بايه؟ بمقدار 4.2 من ايه؟ من 10 زي ما هو قال لي في الكونتور. انا بشوف هو عايز المخروط بعد كده من بعد تصفيه الخراطه العدله هو عايز ينزل قد ايه مايل بجزء مايل؟ 4.2 من 10 ملي متر. يبقى ال 4.2 من 10 دول مقاس المخروط في اتجاه مين؟ اكس، وبحطها بالبارامترز بي زيرو. حلو قوي الكلام ده. طب وبعد كده بجيب سماحيات التشطيب، سماحيه التشطيب اللي انا عايزاها على السطح ده بحطها في حاجه اسمها الدي زيرو. طيب وسماحيه التشطيب قد ايه؟ قال لي انا هاخد نص ملي. حضرتك قلت لنا مس دي سماحيه تشطيب، ينفع نحطها بالملي متر؟ لا ما ينفعش نحطها بالملي متر، لازم نحول من ملي متر لمين؟ لميكرون. طيب يلا نحول النص ملي ده احوله للميكرون، يبقى اضربه في 1000 يديني قد ايه؟ يديني 500 ميكرون. يديني قد ايه يا ولاد؟ 500 ميكرون. حلو قوي. يبقى ده سماحيه التشطيب في اتجاه المحور مين؟ في اتجاه المحور اكس. طب عندي ايه كمان؟ قال لي عندك مقدار الرايش اللي هتشيليه لكل مشوار قطع اللي هو عمق القطع المزال لكل مشوار ايه؟ لكل مشوار قطع. ده هناخد قد ايه يا مس؟ هناخد 2 مللي، يبقى احولهم للميكرون، يبقى 2 مللي اضربهم في 1000 يبقى دي 3 هتبقى ب 2000. طيب وايه كمان؟ قال لي الفيد اللي انت هتشتغلي بيها ما ننساهاش دي تغذيه سطحيه، تغذيه سطحيه تبقى الوحده بتاعتها متر بير مينت، ملي متر لكل ايه؟ لكل دقيقه. طيب والتغذيه السطحيه ديت يا مس هناخدها قد ايه؟ قال لي خدها بالملي متر 2، يبقى حطها 2 ايه؟ 2 ملي متر. يبقى توتال السايكلز بتاعتي هتبقى عباره عن جي 84 الاكس والزد ابعاد الكنتور للخرط العدل، البي زيرو وما عنديش بي تو لان انا عندي مخروط واحد. نركز المثال بتاعي في مخروط واحد، يعني في بي زيرو وفي دي زيرو، ما فيهوش ولا بي تو ولا دي تو، في بي زيرو بس وفي بي وفي دي ايه؟ دي زيرو. بي زيرو اللي هي مقاس المخروط في اتجاه المحور اكس، ودي زيرو سماحيه التشطيب في اتجاه المحور اكس، وكمان بضيف عليهم الدي 3 اللي هي مقدار المعدن لكل مشوار قطع، وكمان بضيف عليهم الفيد بتاعتي اللي هي التغذيه السطحيه وبتحسب بالملي متر بير ايه؟ بير مني. وبكده احنا خدنا مثال على الخراطه الطوليه للاجسام المائله، الخراطه الطوليه للاجسام الايه؟ المائله. نبص بقى مع بعضينا على السلايد بتاعتنا الجميله عشان نشوف المنتجات اللي نقدر نستخدم فيهم سايكلز اخرى ونعملها على ماكينه الخراطه. مع بعضينا نبص على السلايد بتاعتنا. هنا بقى يا ولاد جايب لي مثال في اتنين مسلوب، مش مسلوب واحد، في اتنين مسلوب. هنبدا نمس برده عند اكس، اكس هنا تبقى ب 44 وزد بره ب2. هنبدا نروح للكونتور الاولاني ونجيب ابعاده، هلاقي ان الكونتور الاولاني ابعاده الاكس ب 30 الزد ب 6 وايه؟ و20. هبدا اخد مقاس المخروط الاول اللي هو مقاس المخروط الاول اللي هو ب 4.2 من 10، هناخد مقاس المخروط الثاني اللي هو
ب 74%، تمام؟ يبقى ده مقاس المخروط الثاني، مقاس المخروط الثاني اللي هو 10، مقاس المخروط الثاني اللي هو كام؟ 10. يبقى انا عندي هنا دلوقتي الاول، اول حاجه في المثال بتاعي بروح امس، بمس عند اكس 44 عند زد ب 2 مللي بره. بعد ما مس هبدا اخد مقاسات المخروط اللي عندي. طيب المخروط الاولاني الجزء اللي انا هصفيه خرط عدل هيبقى الكي بتاعته اكس بكام؟ اكس ب 30. طب وزد بكام؟ بسالب 26. هجيب مقاس المخروط الاول يا ولاد، مقاس المخروط الاول ب 4.2 من ايه؟ من 10، اتحط في بي 0. هبدا اجيب مقاس المخروط الثاني، مقاس المخروط الثاني بسالب كام؟ بسالب 10. حلو قوي. طيب انا عايز اجيب سماحيه التشطيب في اكس وسماحيه التشطيب في زد، اهو مديني سماحيه التشطيب في اكس مدهاني قد ايه على الرسمه؟ مدهاني بواحد ملي. واحد ملي معناه اضربه في 1000 يبقى انا عندي 1000 مايكرون. طب وسماحيه التشطيب في زد مدهاني 74% من اضربها في 1000 هتديني 740 مايكرون. 740 ايه؟ مايكرون. يبقى ده سماحيه التشطيب في زد، وهنا ده الواحد ملي ده سماحيه التشطيب في ايه؟ في اكس. عندي بقى مقدار الرايش المذال لكل مشوار قط اللي هو هيبقى ب 2 ملي، وده بحطه في دي كام؟ في دي 3. تاني حبايبي المثال الجميل بتاعنا ده بيقول لي ايه؟ بيقول لي دورة خراطة طولية ذات تقسيم للأوجه القطع دي 3 اللي هي مقدار الرايش المذال لكل مشوار قطع بسميه دي ايه؟ دي 3. ومقاس المخروط في اتجاه المحور اكس بي 0، ومقاس المخروط في اتجاه المحور زد بسميها بي 2، ومقاس تشطيبات مقاس التشطيب سماحيه التشطيب بالنسبه للمحور اكس بسميها دي 0، وسماحيه التشطيب بالنسبه للمحور زد بسميها دي 2. يبقى عندي تاني كده البارامترز بتاعت السايكلز دي 3 عمق القطع المذال لكل مشوار قطع، بي 0 هي عبارة عن مقاس المخروط في اتجاه المحور اكس، بي 2 مقاس المخروط في اتجاه المحور زد. عندي دي 0 هي عبارة عن سماحية التشطيب في اتجاه المحور اكس، ودي 2 هي سماحية التشطيب في اتجاه المحور زد. حلو قوي. نطبق بقى البارامترز ديت على المثال اللي قدامنا ده يا ولاد. تعال نشوف الاول البيانات اللي هو مديها لي دي عبارة عن ايه. مديني القطر الكبير للعمود 44، مديني القطر الكبير للسلبة هي عبارة عن 30، مديني القطر الصغير للسلبة 20.6 من ايه؟ من 10. مديني طول السلبة الاولانية 26، طول السلبة التانية 10. مديني كمان ايه يا ولاد؟ نركز كده. سماحية التشطيب في اتجاه المحور اكس مدهاني 1 ملي، ومديني سماحية التشطيب في اتجاه المحور زد 74% من الايه؟ من الملي متر. طيب ناخد الابعاد بقى بتاعتنا الجميلة ديت ونبدأ نحطها في السايكل. السايكل بتقول لي ايه؟ بتقول لي اول حاجة هنعمل تماس. طب نروح لنقطة التماس، مش دي نقطة التماس؟ عندها اكس بكام؟ اكس. نروح لاكس كده نشوفها بكام؟ لقينا اكس ب 44. يبقى انا عندي نقطة التماس عند اكس بكام؟ ب 44. طب وعندي زد بكام؟ زد بره ب 2 ايه؟ ب 2 مللي. يبقى اكس 44 زد بره بكام؟ ب 2 مللي. هنبدأ ناخد السايكلز، هنبدأ ناخد السايكلز. جي 4 بكام؟ 84. عندي اكس بكام؟ اكس للسايكلز بتاعتنا هتبقى 30، وزد بكام؟ بسالب 6 وايه؟ و20. طيب حلو قوي. انا كده جبت مين؟ نقطة الكي ديت عند اكس بكام وزد بكام؟ لقيتها اكس ب 30 وزد بسالب 26. نروح نجيب بقى ابعاد المخروط الاول، مقاس المخروط الاول، مقاس المخروط الاول هيبقى بي كام؟ بي 0 ب 4.2 من 10. طيب ومقاس المخروط الثاني بسالب 10، تمام. طيب عندنا ايه كمان؟ عندنا سماحية التشطيب في اتجاه المحور اكس
وسماحية التشطيب في اتجاه المحور زد، سماحية التشطيب في اتجاه المحور اكس بملي، وسماحية التشطيب في اتجاه المحور زد ب 74% من الملي. سماحيات التشطيب هل هنحط؟ لا، هنحولها للميكرون. يبقى الواحد ملي احوله للميكرون هيديني 1000 ميكرون، وال 74% احولها للميكرون هتديني 740 من ميكرون. وكمان عندي مقدار ازاله الرايش لكل مشوار قطع هيبقى دي 3، وهيحسب بالميكرون. يبقى انا عندي هاخد كده في كل مشوار قطع قد ايه؟ 2 مللي. يبقى ال 2 مللي لازم احولهم للميكرون يبقوا 2000 ميكرون. المثال اللي قدامنا ده هو مثال شامل، لان في تو او في اتنين سالبه في اتجاه المحور اكس، وسالبه اخرى في اتجاه المحور زد. فعشان كده بحط السايكلز كامله. السايكلز بتاعتي بتبقى عباره عن جي 84، وبعديها بجيب اكس وزد اللي هي مقدار نهايه الكونتور بتاعي في الخرائط العدله، بجيب اكس وزد بحطهم بالمليمتر، بعديها بحط مقاس المخروط الاول اللي هو في اتجاه اكس اللي هو بي زيرو، وبعديه بحط مقاس المخروط الثاني اللي هو في اتجاه المحور زد، وبحطه بالبارامترز بي 2. بجيب سماحيه تشطيب للمخروط الاول في اكس، وبجيب سماحيه تشطيب للمخروط الثاني في في زد، وده بحطه عن طريق الدي 0 ودي 2. وسماحيات التشطيب بحولها للميكرون واحط ابعادها بالميكرون، وبعد كده بحط الدي 3 اللي هي مقدار عمق الرايش المزال لكل مشوار قطع، وهيحسب بالميكرون ايضا. واخيرا بحط الفيد بتاعتي اللي هي التغذيه السطحيه للتشطيب بتاعي، وبحطها في بارامترز يسمى الاف وهي الفيد، وبتبقى الوحده بتاعتها بالمليمتر بير مينت. كده حبايبي احنا خدنا مثال على الخرط العدل المتدرج، الخرط المائل لمخروط واحد، الخرط المائل لاتنين مخروط ورا ورا بعض. وعرفت ان في حاله الخرط العدل البارامترز بتاعتي بتكون عبارة عن جي 84 اكس زد دي 3، في حالة الخرط المائل للمخروط الواحد جي 84 اكس زد بي 0 دي 0 دي 3 الفيد. طب في حالة المائل ذو مخروطين متتاليين هنقول الجي 84 الاكس والزد لنهايه الكونتور، البي 0 اللي هي مقاس المخروط في اتجاه اكس، البي 2 مقاس المخروط في اتجاه زد، وكمان عندي الدي 0 سماحيه تشطيب في اكس، سماحيه تشطيب في زد، وكمان عندي الدي 3 اللي هي مقدار الرايش المزال لكل مشوار، والفيد بتاعتي لازم تتحط وتبقى بالمليمتر بير بير مينت. وما ننساش يا ولاد اي اكس وزد وبي وزير وبي 2 بالمليمتر، سماحيه بالمايكرون، عمق القطع بالمايكرون. تمام يا شباب، وبكده احنا وصلنا لنهايه حلقتنا. اشكركم واترككم في رعايه الله وامني، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. شكرا يا شباب.